هادشي هذا كامل اللي كيعملوه، ولكن كنهضروا على اموال كثيره وكثيره بزاف. هاد الناس مين كيجيبوا بعدا هاد الفلوس، نص الفلوس ديال الحج ديالنا؟ حتى قررنا نساليو الفيديو، كنظن كاينه الاوفيسياليدات ديال الخبر، ياك الرسميه ديال الخبر، ياك هذا سي انتر دي ميامي سويدو ان فيديو todos los periódicos lo confirman, por ejemplo Marca, Messi confirma la exclusiva, me voy al Inter de Miami, OK Diario, oficial, Leo Messi ficha por el Inter Miami, así es Inter de Miami, ya está, es oficial. يعني بشكل رسمي يعني ميسي غادي يلعب في انتر دي ميامي، يعني هذا الخبر المتداول، يعني الدنيا قربله ميسي اختار انتر دي ميامي، يعني فضل انتر دي ميامي على الهلال السعودي اللي عرض عليه 600 ديال المليون ديال الاورو، وفي انتر غادي تخلص فقط 30 ديال المليون ديال الاورو. في نظركم شنو هو السبب اللي خلى ميسي يعني يخلي 600 ديال المليون ديال الاورو ويختار فقط 30 مليون ديال الاورو؟ معايا ادم، مرحبا ادم. شكرا. غادي نهضروا على هذه القضيه، وغادي نهضروا على الحماقه ديال الليغا ديال العربيه السعوديه اللي كتبعثر في الاموال. واش هاد الاموال يعني ما تعطاش يعني بزاف ديال العرب والمسلمين اللي محتاجينها؟ كنهضروا على ملايين لا تعد ولا تحصى. يعني شنو واقع العربيه السعوديه؟ وفي نظركم غادي نجاوبوا علاش ميسي اختار انتر دي ميامي وما اختارش العربيه السعوديه؟ هنا دوله قطر لها يد في هاد القضيه، غادي نشرحوا هذا الشيء هذا بالتفاصيل. غادي نخليكم مع واحد الفيديو قصير ديال وزير الشباب والرياضه السعودي اللي قال صافي كنتسناو غير الانديه هي اللي تعلن على الخبر، لان عندهم مخطط، لانهم باغيين ينظموا المونديال ديال 2030 اللي كينافسوا فيه المغرب في الملف ديالو مع البرتغال واسبانيا. الزوجه ديالو كتقول باللي رسمي، باقا ما كاينش الرسميه، وكاين في واحد الفيديو كيهضر كيقول اختار انتر دي ميامي. يعني عمل واحد نعم واحد الندوه صحفيه مع الموندو ديبورتيفو، ولكن باقي ما خرجتش الاوفيسياليداد ديال الخبر، يعني الرسميه ديال الخبر. لا حديث يعني في مواقع التواصل الاجتماعي الا يعني الوجهه ديال ليونيل ميسي. كما قلت لكم قطر لها يد يعني في تحويل، يعني لان ميسي كان يسطى صافي كل شيء كان كيقول بلي غادي يلعب في الهلال السعودي. يعني قطر تصرف اموال يعني بالملايير. تخيلوا معايا كانتي كان كيتقاضى 8 ديال المليون غادي يتقاضى 100 مليون، بنزيما كان كيتقاضى 19 غادي يتقاضى يعني 200 مليون، راموس 15 غادي يتقاضى 100، كريستيانو كيتقاضى اكثر من 200، ميسي 600 ديال المليون. يعني جمعنا هاد الملايين في السنه غادي تعطينا يعني الاموال يعني بالبحور اخوتي. مهم ادم عطينا اللايكات ديالو ونمشيو نشوفوا التفاصيل ديال هذا الخبر. كنقولوا باقي ما كاينش اوفيسياليداد يعني ديال الخبر، ولكن تقريبا بنسبه ديال 99.99% على ان ميسي غادي يلعب في انتر دي ميلان، كذلك دي ميامي عفوا، كذلك كاينه الاحتماليه كيتقال على انه يقدر يلعب معار الفريق برشلونه. المهم عطيونا اللايكات ديالكم ونمشيو نشوفوا التفاصيل ديال هاد القرباله اللي نايضه وهاد الاسراف ديال المملكه العربيه السعوديه. كله بيتاكل ما تاخذ تونا تفاصيل الموسم اليوم. انتظر لين صلاح رسمي. لما تسال رئيس النادي يقول لك انا ما لي علاقه. طيب انت وزير الرياضه. ما قلت لك الانديه بتعلن عن هذا الشيء بشكل رسمي وان شاء الله في وقت المناسب. خوتي المغاربة والجالية المغربية في كل مكان، السلام الله عليكم وتحية طيبة للجميع. كما كتشاهدوا معنا ضيف آدم، وغادي نهضروا على اللاعب ليونيل ميسي والاختيار ديالو الفريق انتر دي ميامي. آدم مرحبا بك مرة أخرى. شكرا بلاتر استراك. هذا الكاسو ديال ليونيل ميسي يعني طرح واحد الجدل كبير، ولا حديث يعني في مواقع التواصل الاجتماعي الا عن اختيار ديال اللاعب ليونيل ميسي، وهذا الشيء غادي يجبدنا باش نهضروا على العربيه السعوديه اللي كتهضر الاموال يعني كاين واحد الاسراف، يعني كنهضروا على المئات ديال الملايين ديال الدولارات ولا ديال الايوروس. يعني تخيلوا معايا ميسي يعني عرضوا عليه 600 ديال المليون ديال الاورو،
سؤال مطروح، يعني علاش العربية السعودية يعني كترش هاد الأموال؟ كنهضروا على دولة عربية مسلمة، كاين واحد الإسراف يعني كاين لاعبين. أنا غادي نشارك معكم شي معطيات غادي تدهشوا أخوتي، وكاين أسباب، كاين أسباب وكاين يعني يد في هاد الشيء اللي وقع في التعاقد ديال ميسي. تخيلوا معايا أن إنتر دي ميامي يعني غادي تعطي لميسي 30 مليون، والعربية السعودية يعني كانت غادي تعطيه السمية ديال المليون. وغادي نخليكم مع تصريح يعني قصير ديال وزير الرياضة السعودي اللي صرح باللي قال صافي يعني كيستناو غير الإعلان الرسمي ديال الأندية، يعني كان مأكد 100% على أن ميسي غادي يلعب في العربية السعودية. لكن كان واحد تغيير 180 درجة يعني قلب كل شيء. المهم نشوفوا بعدا تقريبا هو بشكل رسمي كاين الزوجه ديالو اللي علنات على واحد الخبر. شنو قالت انطولينا ميسي؟ Sí, hace una hora Facebook nos han quebrado moralmente y no tenemos nada más que decir. Es oficial ahora. Todo lo mejor para tu próximo destino, mi amor. No importa dónde vayas, siempre te apoyaré. Tienes que añadir mi amor, ¿no? كتقول باللي بحال اللي لان انطونيلا يعني كانت خصها تجي تعيش في برشلونه، ولا يعني كانوا خصهم يعيشوا في برشلونه. سي كريس لو اكسبليكو نو سان كيبرادو مورالمنت سي ريفيري على البارسا اللي سان كيبرادو وما عندناش شي ماس كي يثير زعما الجوج ديالهم يا ستا دابا كي اس اوفيسيال تو لو ميخور بارا تو بروكسيمو ديستينو نو امبورتا دوند فاياس سيمبري تا ابويار. كتعني بلي هي كيريا كيدارسي في برشلونه بل نو امبورتا فين مشى دائما معاه. ما كيهمش. المهم هذه كلمات ديال الزوجه ديال ليونيل ميسي اللي يعني تقريبا يعني كتعلن الخبر بشكل رسمي باللي غادي يمشي للانتر ديال ميامي. دابا غادي نمشيو نهضروا علاش العربيه السعوديه يعني كتصرف هاد الاموال. كما عارفين العربيه السعوديه اولا راه مرشحه للمونديال ديال 2030، يعني كتنافس المغرب اللي عندها ملف مشترك مع اسبانيا والبرتغال، فالعربيه السعوديه حتى هي مرشحه. يعني هذا الشيء هذا كامل اللي كيعملوا، ولكن كنهضروا على اموال كثيره وكثيره بزاف. هاد الناس من كيجيبوا بعدا هاد الفلوس نص الفلوس ديال الحج ديالنا وديال ديال البترول وهذا. شوفوا معايا هنا كانتي يعني كان كيتقاضى 8 ديال المليون ديال الاورو في تشيلسي، ودابا هو مشى يعني تعاقد مع احد الانديه ديال العربيه السعوديه وغادي يتقاضى مليون 100 مليون ديال الاورو، يعني من 8 حتى 100 مليون. وشكون اخر؟ بنزيما كان كيتقاضى 19 مليون، دابا غادي يتقاضى 200 مليون ديال الاورو. يعني شكون غادي يرفض هاد العروض هادي؟ هنا يعني اللي باغي نقول لكم وهو ان قطر او امير دوله قطر مع الخليفي لهم يد في هذا التغيير ديال الاتجاه ديال ليونيل ميسي اللي كيتقال على انه يعني كان واحد الاحتمال على انه يعني يسني مع الانتر دي ميامي وغادي يلعب يعني سيديدو واحد العام، يعني نقولوا احنا مسلف او معار واحد العام عام ونص الفريق برشلونه. المهم باقي يعني تنشوفوا الاوفيسياليدات ديال الخبر يعني الرسميه ديال الخبر، وعاد غادي نشوفوا شنو كاين في هذا العقد والبنود اللي كاينه في هذا العقد. يعني مبدئيا كيتقال باقي ما كاينش الرسميه، ولكن كل شيء كيقول باللي صافي حتى الزوجه ديالو تقريبا يا، ولكن باقي ما خرج داك الرسميه باللي ميسي غادي يمشي للانتر دي ميامي. بيرو كاين اخبار يعني، ولكن الزوجه ديالو يعني ما كاينش اللي قريب منه اكثر من الزوجه ديالو، حتى هي على الناس الخبر وقالت يا يوسف اوفيسيال وانا معاك يعني في القرارات ديالك. ويعني كانوا كيتمناو انهم يكونوا شنا يعني الزياره ديال الاب ديال ميسي اللي هو ريبريزنتانتي ديالو اللي هو وكيل الاعمال ديالو كان يعني في هنا برشلونه مع لابورتا. المهم راه كانوا كيتقالوا بزاف ديال الحوايج وكل شيء كان كيقول باللي انه غادي يمشي الفريق الهلال السعودي. نعم كل اللي عباره تاع 1200 مليون دو سان كونتراتو ديال عامين، يعني كاين شي حاجه كيتقال لانه شوف هو كان يقدر، لان شوف اصلا هو التعاقد ديالو او باريس سان جيرمان تعاقدوا معاه يعني باش يعملوا الاشهار للكاس العالم ديال قطر. كما عارفين قطر هنا ديال في الاشهار ديال قطر هنا في الكاميستا ديال بي سي خي، يعني بي سي خي يعني جاب نجوم كبار يعني وهذا الشيء هذا كل شيء
كانوا كيوجدوه المونديال ديال قطر. يعني نفس الشيء باغا تعملوا العربيه السعوديه، شنو كتستقطب نجوم كبار يعني اذا كنهضروا على لاعبين يعني لكن شوف بعد التعاقد ديال بنزيما بعد هذا خلى ان الاتحاد السعودي يعني ينهي العقد ديالو مع حمد الله، يعني انهى العقد ديالو مع حمد الله وتعاقد مع الدولي الفرنسي كريم بنزيما. كانتي شكون هما اللاعبين الاخرين اللي غادي يمشيو اداء؟ ميرا استمانا هولاندو كون ميسي كي نو va ser كانتي كيقولوا سي 100 مليون كانتي سي يا ستا 100 مليون ستا ايتشو كون راموس ستا هولاندو تامبيان راموس 100 ديال المليون كي شكون اخر؟ كيمشيو غير مور خوادريس كي سيرون اكار كونتراتو ماس او مينوس فيرمينو كي سي لاكوا كونتراتو كون ليفربول فيرمينو كي بودريا خوار في بارسا بودريا خوار في مدريد بودريا خوار يعني هاد نعم اوباميانغ اليكسيس سانشيز هيومينسون y le ha dado Hummingson, ya está. Lewandowski lo ha rechazado. Modric, Ana, mira, no lo cerraría Modric. Yo creo que aún lo pueden traer. Sí. Justo me lleva la vía top, los dividen en equipos y ya está. Ya, احنا السؤال ديالنا المطروح وهو علاش هذا يعني يعني فلوس كثير وكثيره بزاف يعني هذا الاغراء يعني باش كيغريو هاد اللاعبين بهذا المهم انتم عارفين علاش كنهضر ما باغيش يعني نتعمق 200 مليون سنويا بين ميسي بنزيما كريستيانو يبقى غاستار 1000 مليون سنة انيو اس اون لوكورا بين خلصة ميسي بنزيما كريستيانو 1000 مليون الف د المليون د الاورو ماشي د المغرب د الاورو ما تحسبناش بالدرهم ديالنا ولا هذا يعني غادي يتقاضوها في سنه وباقين يعني مجموعه من النجوم اللي الاقل يعني اقل واحد غادي يتقاضى 100 مليون ديال الاورو ميسي 600 ديال المليون ديال الاورو الغريب في الامر وهو ان ميسي رفض هذا العرض والكل يرجح على ان دوله قطر كنهضروا على دوله قطر حنا كنعرفوا يعني لان العربيه السعوديه اللي كتمتاز به العربيه السعوديه هو انها عندها جماهير يعني الملاعب كتكون مملوءه عن اخرها عكس يعني الملاعب القطريه دائما كتكون كانوا نجوم يعني حاولوا حتى اضطروا انهم يبقاو يشريوا النوادي الاوروبيه لان ما كاينش جماهير في قطر عكس العربيه السعوديه كاين الجماهير يعني غادي ينجحوا اكثر وهنا يعني تدخلوا يعني شي حاجه كاينه غادي تخرج للوجود لان يعني كما قلتكم يعني كان في العربيه السعوديه جا عاقبه فريق باريس سان جيرمان من بعد ذاك العقاب اللي عملوا خروج يعني كيطلب اعتذار من بعد ما طلب اعتذار بان يعني لان حتى الجماهير سمحوا لنا طفلنا التليفون اخوتي كما قلتكم يعني كل هذه العوامل يعني الجماهير تحتاج يعني بزاف ديال الحوايج اللي جعلت او خلات على ان ميسي يعني يغير الوجهه في اتجاه انتر ميامي كما قلت لكم قطر لها يد في هذا التغيير ديال الوجهه ديال ليونيل ميسي ادم كاين شي اضافه تيتولارز دو موندو ديبورتيفو كي اكابان ساكار لا انترفيستا كون ميسي تيتولار برينسيبال هو نو فولفو ال بارسا ايرا انتر ميامي ديسبويس كيريا فولفر ال بارسا بارا ديخار مي فوتورو ان مانوس دو اوترو فوي دوريسيمو لو كي في هاسي دوس انيوس ال سالير ديل بارسا هابلي كون تشافي اي بوكيتو كون لا بورتا Me gustaría estar cerca del Barça en el futuro, etc, etc. الأمنية خاصة يعني الزوجة ديالو والأولاد ديالو أنهم كانوا يعني ينهيو المسيرة ديال ليونيل ميسي هنا برشلونة يعني كتعجبهم برشلونة بزاف خاصة الزوجة ديالو كان خصها يعني تبقى هنا برشلونة لكن كاين شي حوايج اللي مستقبلا غادي تخرج أدم معايا يعني باش كيقرا يعني هاد العناوين بالإسبانية مع العربية فراه عنده 100% الناس اللي كتقول لي أدم ياك هضر العربية مزيان ها بيرفكتو لا ما تقولش بيرفكتو كيفاش تدخل بيرفكتو لي زاد لا راسون نو اوكي اسكي كان هضره بيرفكتو فحال قلت لكم نو استو هادشي هذا اللي كيبقى يقول لك ما كيهضرش العربيه ما كيعرفش شي ولا نو سي نو توكا نو توكا كان نعرف نضرب 100% او ياك ما كاين حتى مشكل سيغورامينتي كان نعرف نضرب احسن من شي واحد اللي كيقول ما كنعرفش نهضر العربيه بونو يا ايس اوفيسيال ادام استا سيندغنالو نو عصب Muchísimo. Creo que nos han tomado el pelo, sí. ¿Sí? Sí, lo he visto. ¿Sobre todo? Sobre todo el Barça y Messi. Barça y Messi. Sí. Bueno, Messi... No, Messi también. ¿Sí? Ajá, sí. Era que en esta oportunidad tiene un Messi bien que encima de todo el dinero está el Barça o lo que sea, y su familia, pero no.
شي حاجه شي حاجه مخبات تما مع الوقت. شي حاجه ما عرفوش من ليغا واش من البارسا واش من ميسي واش بادري دي ميسي. No, es que no sé si no son empáticos, no que Jesús y Benes, aficionados de Barça. Sí, los aficionados del Barça ya están muy confiados en Laporta, pero Laporta ya últimamente ya... Es que para, no, para, hacer, para no hacer el ridículo de no hagas nada y hasta al principio con Messi se va el entero a... Ana Shaxian personalmente soy cole, pero Ana Saraha Mafni Shimi Sirja. Ana Shaxian soy cole también, muy cole y quería que viniese. Sí. No, Xne, yani el Dreris Garin, Ada Messi ya... نصيب عاد خصو يلعب يعني خصو يجي برسا يعني عارف بلي هو كان كيشترط انه يلعب دي نويبي فالسو نويبي نو هذاك ماشي نو سي 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 ميسي بارامي خوتي ما نطولوش عليكم بزاف نمشيو نتفرجوا في اكراد في نايف اكراد وفي امرابات صورتي على الدوس سي صورتي على الدوس تهلاو في راسكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.